يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول إن الظلم ممتنع في حق الله أي مستحيل في حقه هو قول الشيخ محمد رشيد رضا كما هو موضح في الحاشية؟ آمل من فضيلتكم التوضيح. مش الحاشية، هات الحاشية. الحاشية شيخ حاشية مبينة أن تفسير المعنى بس. هات. يقول لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع في الحاشية أي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى. ثم بين قوسين رشيد رضا رحمه الله. إيش يقول؟ تنازعوا في الظلم الذي لا يقع فقيل هو الممتنع، علق عليه في الحاشية أي المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى. نعم. ثم تعليق صحيح. محمد رشيد رضا رحمه الله طبع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفاته، له تعليقات جيدة وإن كان يخطئ في بعضها، لكن توجهه من حيث الجملة توجه طيب وسلبي من حيث الجملة، لكن قد يقع منه بعض الأخطاء نتيجة للاستعجال في التعليق أو عدم الرجوع للمصادر، وما هنا حد يصير معصوم. نعم.